دائما انا كنت مرة صغير وعمري كنت اعملها 200 مرة. هي عمل على الاصابع. اصابع تعرف بعملها على اصبعين انا عملتها ولا ما عملتهاش؟ بعملها على اصابع. على الاصابع. يلا. يلا. احمل هو عمل للجرين 12 مرة. تحط العجل وبتشوف الشركة زي الفوز بس حاول يسف نصلي يلا كويسك؟ اسمي نادر عبد الله عبد الرزق المصري، عمري 28 سنة، سكان بيت حنون، جيت من غزة. إن شاء الله أنا هشارك في أولمبياد بكين وهجري سباق 5000 متر لهذا اليوم. أنا 10 سنوات اللي بتدرب. هاي يلعب هو صغير وساعد حاله وراح يلعب. أقول له وين رايح؟ قال له على المدرسة. هو بايش يروح على المدرسة، بقى يلعب اللعبة هذه مع الناس ويطلع ينزل. تركت في يوم الأوضة لقيت الحديد، بقول ليش هذا يما؟ قال سكت. قلت ليش سكت يعني؟ قال بلعب. بدي اسوي قدام ابويا. قلت ليش يما؟ كويس اللعبه. ما وافق يلعب فيها، الله يسهل عليك. هو في ثالثه اعدادي. هاي كوس نادر خدم في مباريات قطاع غزه وضفه، كان يكون الاول والمدير بتاعته. كان اول شيء احنا معرضين انه كان طالب نتمنى انه ينجح يصير شيء، بس بعد ما لقينا انه هو مصمم على اشياء هيك فبدنا ندعمه يعني. أكيد يعني المسافات طويلة، يعني هو بتدي إنه هذه الصفات يعني الصبر والتحمل، وإحنا فلسطينيين طول حياتنا مشاكل دائما معنا، وهذه يعني هي من صفات إنه يعني المسافات طويلة تحمل ويعني كل شيء فيها يعني. أيوة ما أعرف. أنا صبحهم شباب. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، خلاص غير الجو. شو بدي ارفع معي يا أخي؟ كلها. شخصيتي؟ أنا صاحبك كان عفريدة. بحب المرح، بحبش اكون زعلانه ولا من شيء. بحب العب، بحب انطنط. شايفه حالها بالبيت وبرا. شو بدنا نسوي لها يعني؟ شو ما بدها بنقولهاش لا، دائما بنقولها عشان هي الوحيد وملبيين طلباتها. وفوق كل هذا نمرودة. وبعدين صارت تتدرب، شافها جارنا يعني في الشارع وهي تتدرب، وشافها هي بتركض واخذها على النادي. أما بركض كتير بشعر كتير شعور حلو، يعني أني أحس حالي طايرة في الهواء أني بس بركض وهيك. أكيد أنا هذا أما اختاروني لبكين قبل سنة، اختاروني أني أقولي رح أشاركي ببكين وأنت ترشحتي من فلسطين ببكين. أكيد كان شعور كتير كتير حلو، يعني متوقعش أني رح أشاركي في هاي البطولة، يعني كل كان يحلم فيها البطولة هاي. واحد، اثنين،
هيك بترج هيك بترج بارك يا حبيبي واحد اثنين كم 20 تحدي 20 بعطيك تمرين اعمله يلا طيب يلا بس ما تقوليش هذا لا يا يوسف محمد حمادنا والمسؤول الفني عن البعثة الفلسطينية لألعاب القوى المشاركة في الألعاب الأولمبية في بكين. بالطبع كما قلت أنا كان عندي رقم قياسي في 100 متر و200 متر يعني أنا كنت أنا عمري وأنا صف الخامس عندي ريكورد أفضل من الموجودين حاليا وكنت أحلم فعلا بالمشاركات الخارجية وأعتقد أنه كان بإمكاني أن أحقق شيء لفلسطين ولكن احنا ما كانش في عندنا سلطة وطنية كان احنا بس فقط احتلال طبعا اسرائيل ما بتسمحش كانت ان نشارك باسم فلسطين في ذيك الفترة بعد الانتهاء من الدراسة طبعا حصلت على منحة دراسية من الحزب الشيوعي الفلسطيني وسافرت الى الاتحاد السوفيتي وبالذات الى مدينة اوكرانيا حيث درست في الجامعة الرياضية الحكومية الاوكرانية في اخر سنتين من الدراسة تعرفت على سفيتلانا قارمش اللي هي الان زوجتي بعد الانتهاء من الدراسة وتوفرت الظروف الملائمة للعودة رجعنا الى فلسطين وكانت الرياضة مقصورة على فئة الرجال فقط فقررت انا وياها انشاء نادي خاص للرياضيين لجميع الفئات العمرية وللفتيات والفتيات اول ما قابلت يوسف قابلته في النادي يعني اول يوم كثير كانت مقابله كثير يعني حلوه يوسف متوقعش اني راح اوصل لهي المواصيل فكرني خلص اني راح اركض وهيك بس ما كان باجري كثير كان باجري كثير فلات فوت قال لي اني مش راح اكمل وهيك بس اما شافني كثير يعني كيف ما توقعش انه هيك راح يصير معي غدير يعني الجزء الوحيد اللي أنا تعبت عليها أكثر واحدة من خلال السفر للخارج فمعظم احتياجاتها الخاصة أنا لما أنت بشكل شخصي أنت لو عملتي لها 6 مرات ما عملتوه عملت له هذا التمرين عملت له لازم نعمله كمان 10 مرات أنا عادتي مرة يوم الكسب إجا أول مرة طب روحت ساعد على التمرين الأمور السيئة اللي فيها أحياناً ما بتكملش التمرين بشكل جيد وأحياناً بتتمارض أكثر من اللازم احنا انتظرنا نادر المصري سنة ونصف حتى يجي على ريحة وكانت كل المحاولات انه يجي على ريحة كانت فاشلة قال لازم اطلع على اللعبة هذه طب يوم تطلع على اللعبة ما فيش عارف تطلع الوضع حرج جدا قال ان شاء الله بنطلع هذا التسريح اخذته من الجانب الاسرائيلي لخروج من قطاع غزة لحديث الضفة الغربية يعني هو اكثر من تسريح في تسريح واحد هذا مثلا من ايرز لحديت لما وصل رام الله يعني عدي من جانب الاسرائيلي ومعي تسريح ثاني مسموح يعني في الرجعه لما اروح من الضفه لغزه في مسموح التسريح الثالث هو اقامتي في الضفه لمده شهر يوم 9/4 ولازم اغادر الضفه يوم 9/5 هو يعني اذا ما تمددش او ما سافرتش من هنا يعني بعد 9 شهر يعني في اي لحظه ممكن اي حد من جيش الاحتلال او كنت طالع مثلا برا اريحه اي حد من جيش الاحتلال اذا مسكني اكيد هرجع دور على غزه الظروف يعني في غزة أو في بيت حنون أنه يعني بلد مجاور للجولة الإسرائيل شبه يوم الاجتياحات وهذه يعني الظروف إحنا بنعاني فيها يعني ما يكون في اجتياح أو في يكون قصف ما بقدرش أطلعت مرة إحنا
احنا هنا في بيت حانون حاسين حالنا زي اللي كنا في السجن. لما بكونوا اليهود عنا نبقى خايفين كتير، كل المروحيات فوق بيتنا، يعني بنحس بالخوف كتير لدرجة ان يعني بنعرفش ننام في بيتنا. ببقى نقول هالحين ممكن تجينا قذيفة، يعني مش عايشين في امان، عايشين في خوف. احنا يعني هالحين لما بيجوا اليهود بيشتحونا بيكونوا هانا قراب منا كتير، يعني بيجي يعني بين بعضنا 30 متر. والناس ما حاش مصاري، الناس كلها شباب قاعدة مرنية، ولا أكل ولا شرب، بيستنوا الكابونة ما تطلع لهم كل شهر شهرين كابونة. كابونة قديش حقها؟ مسخرة. والناس كلها قاعدة، ما فيش بيع زي قبل. بيت حنون نوادي اثنين، هو نادي الأهلي تبع بيت حنون ونادي الرياضي. النوادي غير مجهزة الحين، النوادي وقفات كلها، إذا فيش فيها ملعب ولا حاجة، وقفات كلها بس عبارة عن حطان، وفيش ناس يعني تمارس فيها، فيش ناس لعيبة تروح على الملعب على النادي، كل شيء واقف حول الحصار وحول الوضع اللي إحنا بنعيش فيه. وفي نادي عندنا نادي الرياضي قصفوه اليهود، يعني انضرب من اليهود وعطلات، يعني فيش من شغلة. وسام، وسام وعد، هذه الوسام الكبيرة وهذه وعد الثاني. نادر طلع يعني هو عمرها 8 أيام، صافة، وممكن إنه هو يعني يرجع وهي عمرها 14، يعني مسافة كبيرة هيرجع، يعني يقولها بنت جديدة هذا الشيء. ونستعد لحرب محتملة بالتدريب والتدريب والتدريب، لكن قلوبنا في القطاع مع سكان سديروت والبلدات الإسرائيلية المجاورة لغزة. يعني قبل يمكن يومين أو 3 أيام كان في يعني 4 شهداء أطفال، يعني إيش أكيد يعني بيت حنون يعني شبه يومي فيها اجتياحات وقصف وكذا، وأكيد أنا أكون يعني بالي بكونش مرتاح. أنا مشتت بين الدورة الأولمبية وبين أهلي في غزة. في المدرسة، المدرسة أكيد يعني صح إني بعمل مشاغبة، بس لا مش وقت كتير هادي يعني. I hope she will improve herself in education. In sports, of course, she is intelligent. She has to take care of herself as a girl. The girl is, it's like a glass, which is easily get broken. She should protect herself carefully. مستقبلي معلم الكل يعني بيحكوا لي عمركم بتتجوز. Arabic families and Islamic families, we care very much about our daughters. We don't have relationships with boys, you know. We don't have boyfriends. Friend? أكيد يعني يكون my friend يعني بشجعني في كل شيء يعني. This is our religion. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. Of course, she's from our school and she represents us in the Olympic. So we are proud of her. بتضرب الضرب من ورا المدرسة. لا هن تدريب، لا معها جابت المسجل من عندها، بس جابتها من ورا المدرسة. Yeah.
الثاني. أنا بدي أزحل. أنا بدي أبلغ. خلاص ليش حكيت؟ يا ريت شوف لها اجل هذه، جيب لها اي حاجه. ايش ايش باجل؟ يعني انت خربتي ما كل يوم عندك الجواب؟ اه متكرره، هي اجي يعني مش اول مره يعني. وين بتوجع؟ من الحال ما بحكي لك. كيف امبارح ما جعتكش طيب؟ بعرف ايش بالحال بحط انا والحامي طب بترق ميحه، ما بترجع، ليش مش عارفه انا؟ امبارح ليش ما جعتكش؟ مش عارفه انا مرات تجي ما بتجيني، ايش بعرفني انا؟ خلينا نكمل التمرين. انا بكذب عليك يا عمي؟ بكره في راحه يوم السبت. بالله ذكري بكذب عليك. غدير very good. No, he must work better now because we have only 3 months. Maybe in China will work better than in Jericho, because in Jericho I haven't nothing. I have in Jericho only what kakak you see. I have nothing. ما عنديش اي شيء خاص بالتدريب، يعني انا بخترع شغلات جديده اللي استخدمها للتمرين، يعني مثلا في بدل ما استخدم قاعه الجيمنازيوم يعني قاعه الحديد انا بستخدم اعجال سيارات مثلا. الشغل الوحيد الموفر اللي هي الجبل الشارع الساحة، غير هيك مش موفر ولا أي شغل. الصين هذا تشاينا غدير تخذي على الصين هذا طبعا ما نجيبها نروح كيف نجيبها نسرقوه بعدين المشكلة الرئيسية عدم وجود ميزانية للفريق ثابتة أنا يعني بدفعوا ليش فاتورة التلفون بس أنا من الصبح للمغرب ما أنتوا شفتوني ألو مرحبا برياض كيف الحال يوسف حماد بيحكي معك يوسف حماد يوسف المدرب الأخ برياض أنا حكت معي سبق وفهمت أنا الوضع بدنا مصاري عشان نشتري الأغراض اللي حطناها بالورقة وإحنا نعم مش بعثت مصاري هي من أنا إحنا هانا ما عندناش ولا أي شيكل يعني معنا إحنا انا قاعد بدفع مني يعني لو دفعت مني كل شيء هي المشكله احنا فلسطينيين هيك ميزانيه هيك وضعنا الحالي احنا كفلسطينيين احنا زي ما انا حكيت انه في بدايه اللجنه الاولمبيه الفلسطينيه قدمت ما عليها قدر ما تستطيع الو الو مرحبا جواد صار مقدمين 15 طلب يوسف بيحكي معك الله يسلمك مش عاجبك تيجي على 5:30 هي كول مي سيد افتر 10 مينتس 20 مينتس هي ويل كم هي سيد هي باي شوز كاستوم جوالك في جيبتك ولا هناك؟ جوال انا قلت لك بدي يجي قلت له على الاستاد انت؟ لا خليته معي انا قلت له على الاستاد لا ما بيعرف هو الله ما بيجي استنى شوي لا بيجي كم مش لازم يجي حكي حتى معي صدقش حدا صدقش حدا صدقش حدا وين صحابك
جبر بانو اللي عند البريد بالضبط عند الدوار مش بعيد عن الدوار. ولا يهمك. يا سلام. لف لف خليه يصور. شوفي هبله وين. لا انت بريد خليك اشقى. يا مريم يا مريم. والله يجيب ان شاء الله. يا اخي بيحكوا بيحكوا بيجوا بيجوش. هذا اللجنة الأولمبية هذا. كلهم أكثر من الجزمة. يعني هو أصلاً قال في مقابلة هي. شو بدك فيهم؟ لا سمع في مقابلة هي. بدنا نضيف لك بدنا أشياء بدنا مصاري. شوف كمية عصير. هم زي الشخصية اللي قاعدين يقعدوا على جبرة على الكراسي. قال هي عادي إنه إيش إيش. بركوا ولا إيش؟ سيجارة قال. قال رأيهم قال ممنوع. السلام عليكم يعطيك العافية. كيف حالك؟ مرحبا منيحة شو أخبارك؟ الحمد لله يسعدك منيحة. كيف نشاطك اليوم أنت؟ منيحة الحمد لله. قلبي جريدة منورة اليوم. وجودك يا كل شو اسمه؟ أنت ويني؟ في نوعية قال لي كثير ممتازة. تاعت الركض؟ إنها هلا تفضل. شاطرة بالهريبة وركض. بالهريبة شاطرة. خذي شوفي هلا. هذا من عند السماء. يمين. هذا هو الأصلي يعني المتبس. هسا مش عارف إذا هو بالضبط هي ولا الأصلي. خذ هذا. لقيتها أحمر اللي قلت لي لونها أنت مش حلو لقيت الحمر أحلى. أنت كيف نمرة ثانية؟ نمرة ثانية ثالثة هنا انتبهت عليه. قلت لي 37 لا قلت لكم 6 انا قديش انت قلت لي 36 لا قلت لي 37 لا 36 هذا قديش 37 هذا 38 لا 37 بس الاله بنبين انه 37 بس هذا اللي ركض عنده ما بنفعش هلا قلت لي 6 ايه هذا بنفعوش بنفعوش قبل يومين اجل لما حضر مندوب اللجنه الاولمبيه اعطاه قدم الحذاء لغدير وحذاء ل نادر المصري حذاء غدير كان كبير على اجرها والحذاء نادر المصري يعني ملوش علاقه في العاب القوى لا مش ممكن يعني ما نشارك يعني اذا طول ما في شيء ليش يعني رايحين نشارك بس رايحين بس هيك شمتها ولا طبعا يعني هم وعدونا يعني ان شاء الله انهم يلبونا يعني يجيبوا لنا كل الاحتياجات اللي نرى منهم My name is Zakia Nassar. I'm 21 years old. I'm going to swim 50 meters freestyle. That's the only event I'm going to participate in China. I study in Jenin. I study dentistry. I'm now in the third year. In Jenin, there is no pool. Therefore, I don't train whenever I'm here. And therefore, I have to get a permission to go to cities like Nazareth, for example, which is with the Israelis. As for myself, I can't go there without a permission. So I asked for one, but I didn't get it. Until now, I don't know why. So it is not a good situation for me to get a good training and so to make a good result. So I'm just depending whenever I go to China and train there. Just for the 2 months. This is my last hope that I would train in China, could take a good training, and so make a good result, hopefully. يعني برضو احنا ما ننساش احنا ما نقارنش حالنا بالدول الثانية احنا وين انت بغزة انت اصلا اكتر واحد لازم تكون عارف قديش صعب الحياة هنا يعني مسابقات الضاحية هي المشكلة احنا من على المضمار بدها اللباس الداخل وكله انا غادي طعب رتبين مرة وانا دائما عن جد بحزن عليهم لما كل واحد يقول لابس شكل
وعندنا النموذج خليت انا بنتي تحت ترسل حتى حطيت بشيء احلى ما تتصور، دخلت الحطه فيها شيء حلو، في بنت رسامه يعني والله تقريبا بدي احط انا للبوت لها 150 طيب تقريبا تقريبا 200 دولار 250. أي أكيد هلا ريحوني، أول أنا ما كنتش متوقع إنه يحكوا لي هيك حكي، يعني شفت منهم جديد يعني أملوني إنه يعني كل شيء بدي إياه يكون يعني جاهز وإن شاء الله يعني خير. الاجتماع كان يعني هو جيد بعد تحضير له أكثر من يوم بتأجل، لكن النهاية كانت يعني جيدة، يعني تم الاتفاق على شراء الاحتياجات اللي هي من أحذية وملابس رياضية وميزانية خاصة بالعدائين، يعني ميزانية صغيرة. في 4/6 أو 5/6 رح نحن نسافر على الصين. أمور الجوف تعال، ليش أنت واقف تاخذ؟ ياختي تعال اشتغل عندك، خلص تعال مو مصور بيت تطلعي خلص كيش عليك يسوي بيت انت طيري يلا طعموهاش اشياء. شوف يا اشياء كل ما اكل ضفاضع. لا يا زلمه ولا شيء، هذا شو مال ايش الضفاضع وبسس احنا حاطين اكل خاص للرياضيين، اكل عادي زي الهان زي الهان لا زي اللي عندنا اكل هذا لانه كل الدول حطونا بس يلا السلام عليكم. يلا سلام يا حجة. أنا فرحانة يعني إنها بدها تروح على الأولمبيات، أنا فرحانة لأنها بدها تلقب لقب فلسطين بطلة فلسطين. We are all going to watch her. All of us. All the school, all the town, Jericho town and all Palestine. We expect the best from her. أنا راح أرفع العلم، يعني هذا كتير فخر إلي إني أرفع العلم هذا. هذا كيف يعني إشي كبير، يعني شو إني ألا أرفع على فلسطين، أرفع يعني برفع رأس بلدي يعني هيك. هناك النادي المصري رايح على الصين مش بس يصور، في عنده من قلبه إنه في عنده فرصة إنه يجيب هدف معين، يعني يجيب مركز جديد، مركز كويس. إن شاء الله بنشوف نادر على التلفزيون لعبة بكين، إن شاء الله بتوفق فيها، بس إن شاء الله تكونش الكهرب قاطعة. إن شاء الله بنعمل شاشة كبيرة لكل المصريين يتفرجوا على النادي الجاب. متخيل يعني متخيل إشي هتكون يمكن يعني في وجهة نظري يمكن يكون أفضل دورة أولمبية هتصير، يعني يعني إن الصين يعني بتوصل يعني بتعمل معجزات، يعني أكيد دورة أولمبية هتكون إشي خيالي. يعني المعسكر التدريب الذي وعدنا فيه في الصين سيكون في مدينة كوانزو، وهي مدينة تجارية، مدينة كبيرة وسكانها تقريبا 20 مليون، وقيل لنا بأنه يوجد لها مدينة رياضية ضخمة معدة بأفضل المعدات التدريبية والبنية التحتية اللازمة، كما أن الجو والحرارة غير مرتفعة. أتأمل أن تكون درجة الحرارة، لأننا بحاجة إلى التدريب في مكان مرتفع جدا بحيث لا تكون درجة الرطوبة عالية ويكون الجو مناسب للتدريب. اكيد طمنتهم
طب هي يعني شو المفروض تعطينا عنوان؟ انا ما عنديش مشكله يا رجل، احنا معكم والله. لا مش على شيء، بس هي المفروض انها تعطينا. I don't see anybody. حضرنا احنا من فلسطين بصحبة العدائين نادر المصري وغدير غروف، واثنين من اتحاد السباحة اللي هم حمزة وزكية. ايش سامية؟ كيف حالك؟ انا في الصين. ايش ماما كيف حالك حبيبتي؟ بحكي من واحد فلسطيني، الجالة الفلسطينية في الصين. المشكلة لما وصلنا هان انه الظروف كانت صعبة جدا، ولم يقابلنا احد في المطار لأنه لم تبلغ اللجنة الأولمبية الفلسطينية أي شخص اللي يكون باستقبالنا، باستثناء السفارة الفلسطينية التي أوعزت لأصدقائنا من الجالية الفلسطينية استقبلتنا هنا بشكل جيد. مكان التدريب في اليوم الثاني حضرت أعضاء من التضامن الأولمبي وحضرنا للمركز التدريب الخاص. مشكلة كبيرة في شغلات ثانية. المشكلة الأولى أول شيء الأكل، عندنا ولا واحد أكل، ولا واحد أكل من قدام. الشغلة الثانية الغرف، الغرف يعني مرطبة وما فيش فيها ثلاجة، فيش فيها إشي. أما مكان التدريب هو جيد، مكان التدريب الحرارة مرتفعة زي النار، قول هذا كمان متحملها، بس هي الأكل والنوم. بعرف شو المشكلة، اذا طالما احنا جايين على منها من التضامن الاولمبي، في انا سكن عند واحد عربي وعنده مطعم مش بعيد عن المركز نفسه يعني. الو، لا امسكيني. شو عم بحكي لحالك؟
الو ايش خير؟ So you haven't been practicing for a long time? Oh, just you? Yeah. He has a Jerusalem identity, so he could practice. Oh, okay. Hamza. 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 Lee. Arrow. Coach Lee. Rose Lee. Lee. Coach Lee. And Coach Wanda, what's the best result? What's your best result? 31. Is the coach at Coach Joe. Yeah. So she suggests that this week you may train together with his own students. Okay. Yeah. And then if you have any requirements, please tell me. This raining is like a raining in the whole year. We're making a revolution. Don't want to train, we want to eat, we want to sleep somewhere good. They want to go home. Did you see any athletes running on the tracks? Really? In this rain? Oh my. Do the warm up exercises now. Warm up. You said, hey, you don't understand warm up? Warm up. Prepare it. Do warm up now. Yeah, as you like. Oh, actually, her warm up exercise weight is to run slowly to 800 meters. 800 meters. 800 meters. We have another plan training. He must run and make a technique. After this, she can We will stay in here only 1 month, yes, 5 days. Okay, I will go to the swimming pool now. Okay. Okay. Okay.
Each precision, yeah, is like this. One after another, yeah. Four times. يلا بفكر سام بسام عليهم انا لو اني سامع فاجي عندهم مشتم عليهم مشتم عليهم طب انا مش سامع شو اسوي في تزع والله تزع كلهم بيزعقوا علي بقول لك مش سامع افهم لحالك انا فاهم الو الو ايه يعني سامع دجاجي قلت التسجيل يا زلمه بس تعرف طلع علي يا زلمه قول لي شو في شيء مش راح تفهمه اكيد لانك تعرف لا انجليزي ولا شيء. انا فاهم على الفيديو خلاص انا مش عارف اعملها زلمه. كويس انا مش عارف اعملها يعني شوف فاهم عليهم زلمه. هي سيد هي لوكينج نو هي كان دو ات. الشغلات الجديدة اللي راح أنا اللي شافوها إنه التزام بالتمرين بشكل منظم أفضل تطبيق البرنامج التدريبي بظل وجود المدرب أو عدم وجوده من أجل تحقيق نتائج أفضل وهذا ما شفناه من اللاعبين الصينيين يعني الالتزام عندهم مثل الساعة لا بتأخروا وبتأخروش عن التدريب وبتأمل يكون هذا حافز قوي للعدائين الفلسطينيين وخاصة نادر وغدير غروف انهم يحاولوا قدر الامكان يطبقوا هذا البرنامج والالتزام بالمواعيد بالرغم من النواقص العديده اللي تواجههم في فلسطين. Thank you.
very much. Give this. Give it. Yo, yo, yo. Come and go there. Come and go there. على المكان تاكل شويه صغير معالي مش طبيعيه تعجبوا ايش الشرب ثلاث شهور يعني بعيد عن اهلي يعني ممكن عندي استعداد اضحي كمان ابعد عنه كمان اربع سنوات بس اضحي ان انا اجيب اقل ميداليه او يعني يعني مركز كويس ان شاء الله. اعتقد راح اكون دهشه عندي كبيره جدا يعني كنت اتامل انه احنا نستطيع ان نحقق في هذا المحفل العالمي شيء يفتخر فيه الشعب الفلسطيني. كثير يعني كبير اني يعني اخش فيه يعني البطوله هاي يعني زمان كنت احلم فيها. ان شاء الله بيجين ان شاء الله بيجين ان شاء الله بيجين ان شاء الله بيجين. وايضا اختيار وانتخاب الصين او بكين جاءت مثلا يا الذي اسرع وجهه الاسترالية مشاركه الفرنسا في الدوله السامره وايضا اختيار وانتخاب الصين او بكين جاءت مثلا يا